ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. مين مننا ما تعبش يوم واحتاج طبيب وبدعوة واحدة ربنا جرحه يطيب، خالق لكل داء دواء، بس احنا نسأل وكل شيء في الدنيا دي اسمه نصيب. هواء جديد لطبيب الناس، فاهلا بكم. النهارده مشاهدي الكرام بنتكلم معاكم وبنكمل رحلتنا في الامراض الروماتيزميه ودور النباتات الطبيه في علاجها، النقرس وخشونه الركبتين والروماتويد، من خلال لقائنا مع دكتور احمد ابو النصر، اول اخصائي نباتات طبيه في مصر، عضو المجلس الامريكي للعلاج بالنباتات الطبيه وعضو الجمعيه الامريكيه للعلاج بمنتجات النحل. اهلا بيك دكتور احمد. اهلا وسهلا بيك. مشاهدي الكرام انا معاكم دلوقتي على الهواء مباشره من الان وعلى مدار الساعه، هنستقبل كل استفساراتكم واتصالاتكم واسئلتكم من دلوقتي. اتصلوا بينا وكلمونا وقولوا لنا اسئلتكم واحنا معاكم على الهواء مباشره. دكتور احمد ان شاء الله هيجاوب على كل الاسئله الخاصه بحضراتكم. ومعانا تقرير مهم جدا عن حاله تم شفائها من مرض او الانزلاق الغضروفي، هتتابعوا التقرير وتشوفوا الحاله كانت بتشتكي من ايه وازاي تم علاجها بالنباتات الطبيه. ده هنشوف النهارده ان شاء الله معاكم في حلقه النهارده. دكتور احمد بقى لنا اكتر من حلقه بنتكلم عن النباتات الطبيه ودورها في علاج الامراض الروماتيزميه، ولكن اتصالات المشاهدين بتاخدنا لموضوعات اخرى. طبعا دي رقم واحد في حلقتنا لان نجيب على الناس، لكن حابب ابدا معاك ونعرف النهارده ازاي ممكن نسكن الاول الالم، علشان بعض الناس بيبقى عندها الالم ده هو اللي بيوقف صحيح. الحياه تماما. صحيح. طيب بس احب اذكرك بما اللي احنا قلناه، احنا قلنا احنا عندنا الامراض المفاصل الاكثر شيوعا الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم اللي هم الخشونة، النقرس، الروماتويد. اتكلمنا عن أسباب الخشونة، اتكلمنا عن الأدوية الكيميائية والأعراض الجانبية بتاعتها، اتكلمنا عن دور النباتات الطبية المضادة للالتهاب، اتكلمنا عن دور نبات خلاص نبات العرقسوس، اتكلمنا عن الكركمين، اتكلمنا بعد كده عن دور النباتات الطبية اللي بتخفض النقرس، وقلنا ايه الأغذية اللي احنا المفروض نتجنبها في النقرس. قلنا الأكل اللي هو الضاني، العجالي، الجملي، البط، الحمام، الوز، الفول، الطعميه، العدس، الحاجات دي لازم نتجنبها تماما للمريض اللي عنده نقرس. اتكلمنا عن دور بعض النباتات الطبيه اللي بتخفض النقرس زي بذور نبات الكرفس وبعض النباتات الطبيه الاخرى، اتكلمنا عنهم بالتفصيل في حلقاتنا السابقه. واي حد ممكن ان شاء الله ما لحقش اللي هو يشوف الحلقات اللي فاتت ممكن يرجع على اليوتيوب ويقدر اللي هو يشوفها بكل بساطه ويوصل بسهوله يعني. تمام. النهارده هنتكلم عن حاجتين تانيين او ثلاث حاجات تانيين لو معانا وقت يعني. هي دور النباتات الطبيه ازاي نسكي الالم بالنباتات الطبيه، وازاي اللي احنا نعمل بسط للعضلات الهيكليه باستخدام النباتات الطبيه، وازاي اللي احنا نستخدم النباتات الطبيه استخدام خارجي لعلاج الايه الالام بتاعه المفاصل. اول حاجه هي النباتات الطبيه اللي بتسكن الالم. شوف النباتات الطبيه اللي بتسكن الالم، احنا اول نبات طبي بنستخدمه في تسكين الالم هو من النباتات الطبيه الفعاله جدا، نبات طبي قلب الدنيا في امريكا من فتره، اسمه نبات الكوريداليس الصيني. نبات الكوريداليس الصيني فيه ماده فعاله اسمها تي اتش بي، تترا هيدرو بالمتين. الماده دي فعاله جدا 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 في تسكين الالم. لاحظ بس ان الكاتيجوري او السكشن ده او الجزء الخاص بالنباتات الطبيه المسكنه للالام ده يا استاذ احمد مش علاجي، عشان بس نكون واضحين اهو، ده زيه زي المسكنات العاديه، هو دور اللي هو يقلل لك الالم لكن مش بيعالج الايه مش بيعالج السبب. الكوريداليس جه من حوالي فتره تقريبا، دكتور اوز اللي انت تسمع عنه اللي هو مشهور جدا، الراجل اللي هو طبيب العلاج بالاعشاب الامريكي المشهور جدا، عمل حلقات جاب فيها جماعه صينيين وبدا اللي هم يتكلموا عن دور النباتات الطبيه في علاج المشاكل بتاعه الايه الالم. فاتكلموا بكل بالتفاصيل عن النبات اللي هو الكوريداليس ده. انا عاوز اقول لك اللي بعد الحلقه دي يعني بقى نادر جدا ان انت تلاقي الكوريداليس في الصين بسهوله، لان الباع كله بقى الامريكان يعني هجموا عليه هجوم غير طبيعي. لان انت بتتكلم عن نبات طبي امن فعال جدا في علاج الالام، فعال جدا 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 في علاج الالام، وهو ليه مزايا تانية. ميزه النباتات الطبيه ان هي لما بنيجي نستخدمها في علاج مرض ما بتلاقي في امراض تانية كمان بتعالجها، بيسمع مع حاجات تانية بالظبط، بس قلما ما تلاقي لها اعراض جانبيه. يعني الكوريداليس ده احنا بنستخدمه في علاج لا نظاميه القلب، ما بيكون عندنا مريض عنده اريزميا فعال جدا برضه فيه، فبالتالي يبقى انت كده استخدمه في حاجتين. النبات التاني هو من النباتات الطبيه المصريه اللي هو الصفصاف. الصفصاف بيطلع منه من الشجره الخارجيه بتاعته لحاء،
اللحاء بتاع نبات الصفصاف ده برضو الخلاصة بتاعته فعالة جدا برضو في تسكين الألم. أيوه. بنستخدمه ازاي؟ احنا بنجيب اللحاء بتاع الشجر بتاعت الصفصاف بنغليه كويس جدا جدا جدا. بعد ما بنغليه احنا عندنا المادة الفعالة بتاعت الصفصاف ممكن تكون مرة شوية، ممكن نحط عليها عسل، ممكن نحط عليها سكر، ما فيش مشكلة عشان نقلل من الايه، نقلل من الطعم الايه المر اللي هو بتاع الايه المادة الفعالة. طيب اسمح لي دكتور ناخد استاذة نعيمة من الغربية. اهلا بيكي. ايوه السلام عليكم. اتفضلي يا ست الكل. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور احمد لو سمحت اتفضلي قولي سؤالك يا فندم. بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا رجلي تعبانه، الرجل اللي هي الشمال. كانت الاول الوجع في من تحت كده، من يعني عند السمانه، وبعدين قلب طلع لفوق، بس وجع بقى يا دكتور وجع صعب قوي قوي قوي. عملت اشعه على الشريان وعملت اشعه ثانيه عاديه واخدت كورتيزون، بصوا يعني خدت ما اقولكش. طب هم هم شخصوك بايه، جلطه ولا شخصوك بايه؟ كانت تقريبا يعني وكان في طفح جلدي. انت عندك سكر يا فندم؟ نعم. عندك سكر؟ لا الحمد لله ما عنديش اي حاجه. طب هم عملت تحليل للروماتويد، يعني اللي انا فاهمه هو كده في التهاب، يعني هو شخصت بالتهاب في النسيج الخلوي تقريبا. يعني بصراحه هو ما شخصليش، ما قاليش ده. هو قال لك في ميكروبي حاجه في الجلد، وبعدين اديك مضاد حيوي فتره طويله. قال لي في زي ما يكون كيس ميه على يعني على الرجل كده لما عملت الاشعه، قال لي هو ده اللي تعبك. فكتب لي العلاج بقى، علاج كتير يا دكتور. اول خدت حقن كتير، بص بقى ما اقولكش، وزدت في الوزن من الكورتيزون. فانا عايزه ربنا يكرمك يعني حاجه كده. هو زي بالظبط الحاله بتاعت اللي عندك بتاعت المنوفيه الجديده. نعم تمام. طيب يا فندم انا ارد على سيادتك، بس انا عاوز اقول لحضرتك الحاجة، هو في احتماليه صغيره. احنا عندنا كده احتمالين يعني عشان بس تكون الدنيا واضحه. يعني الحاجه الاولانيه اللي هو التهاب النسيج الخلوي ده اللي انا فاهمه من المكالمه دي. الحاجه الثانيه اللي انت عندك في انزلاق غضروفي في اسفل الظهر. انزلاق اسفل الظهر هو اللي مؤثر على رجلك وعامل رد الفعل بتاع اللي هو التعب بتاع رجلك، او ممكن يكون الاثنين موجودين على فكره. طب احنا هنجاوب عليها بالتفصيل. فاحنا انا محتاج مدام نعيمه تفاصيل اكتر، لان طيب. يعني احنا مش قادرين نحدد. انت حضرتك مش عارفه انت عندك ايه، ولكن انا هرد عليك واقول لك لو ده نعمل ايه، لو ده نعمل ايه. وانت حضرتك يا ريت اللي انت اختار اما تتواصل معانا، او اللي انت حضرتك ترجع لطبيبك المعالج اللي هو سيادتك اللي هو كان بيعالجك، اساليه بالتفصيل. معلش انا عاوز اعرف انا كان عندي ايه، كان عندي التهاب في النسيج الخلوي ولا كان عندي انزلاق غضروفي يا دكتور؟ تشخيص بدقه يعني، ولا كان جلطه ولا ايه؟ لان الموضوع كده يعني ماشي في السكتين يعني. طيب ام عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، لو سمحت اسال الدكتور. طبعا اتفضلي قولي سؤالك يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا بعاني من ضعف شديد جدا، بتجيني ضغطه في دماغي كده ونازله على عظمي كله، وبعدين في عندي البكتيريا الحلزونيه بتبقى عامله لي الم جامد، مش عارفه منها ولا ايه، فعايزه اعرف ايه السبب التكسير اللي عندي ده بالظبط. طب هو تكسير الم جامد في صدري لسه على جنابي الاثنين بسنسله ظهري وتحت ضلعي كده بالظبط، ولف على سلسله ظهري. طب هو بحس هو ان انا بنتهي يا دكتور وما بقدرش اقف على حيلي خالص. طيب حضرتك انا كنت من عملت تحليل انيميا كده، كنت عامله عمليه استئصال ثدي وكده، وخدت كيماوي واشعاع وكده وبرشام هرمونات. طيب يا ام عبد الرحمن، حضرتك عملت تحليل صوره دم، في انيميا ولا حاجه؟ لا مفيش انيميا. مفيش انيميا ولا حاجه. هو حضرتك الضعف اللي عند حضرتك ده يعني لو اولا ما يكون الحلزوني ما اعتقدش ان هو يكون سبب، ما اعتقدش خالص يعني. لكن انا اقول لحضرتك اللي بيجيني في صدري وتحت ضلوعي ولافف على سلسله ظهري من ورا. انت حضرتك عملت عمليه استئصال ثدي صح ولا انا غلطان؟ عملت. طب انت عملت استئصال للثدي الايسر ولا الايمن؟ الايسر. ممتاز. التعب في انهي ناحيه؟ الاثنين يا دكتور، بس الايسر اكتر. طيب ما هو ده ممكن يكون من بعد العملية، وده شيء وارد جدا وطبيعي خالص يا فندم. هقول لحضرتك على حاجة. أقول طب ايه علاقته بصدري؟ هقول لحضرتك. لا يعني أنا حضرتك عندي يعني التعب جاي من مناخيري كده والمريء ومنطقة صدري، وعندي دايما سغطة، وعندي دايما اللي هي الشرقة، يعني أعراض اللي هي بتاعت الجهاز الهضمي. طب حاضر حاضر. طيب أم عبد الرحمن ألف السلام عليكي، تابعينا وإحنا إن شاء الله نجاوب عليكي حالا بإذن الله. في التهاب في العضلات. أستاذة نجات مع التهاب الجهاز الهضمي. السلام عليكم. اتفضلي يا حاجه نجاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه ازيك يا دكتور؟ اهلا يا سن. اهلا اهلا. السلام عليكم. اسمي حاجه نجاة. اتفضلي قولي سؤالك. حاجه نجاة اتفضلي يا فندم. ايوه يا دكتور.
فندم. اتفضلي يا فندم سامعك. انا عنده خشونه في رجلي. سن كام سنه؟ ورجلي تعبانه قوي. خشونه ايه؟ رجلي الشمال تعبانه جدا. انت عندك كام سنه؟ ورجلي الثانيه الاخرى بقت زي يعني بقت اداني خشونه برضك فيه. يا حاجه نجات، عند حضرتك كام سنه يا فندم؟ انا عندي 58. طيب ممتاز. وزنك قد ايه؟ لا وزني فوق ال 100. فوق ال 100 ممتاز. احنا بنتكلم يعني العامل بتاع الوزن موجود اهو. طب انت حضرتك عندك امراض مزمنه زي الضغط او السكر او حاجه من هذا القبيل؟ اه عندي الضغط. في عندنا ضغط. طيب ممتاز. طب انت حضرتك رحتي كشفتي؟ كشفتي على ركبتين قبل كده؟ لا انا كشفت وخدت علاج ياما، بس برضك رجلي ركبتي بتورم كده من تحت وبتورم يعني من تحت كده وبتوجعني ومش قادره يعني امشي على خالص، بعرش ماشي عرش كده يعني مش موزونه يعني. بتورم من تحت من عند كف رجل من تحت مش من الركبتين؟ الورم بيبقى من تحت الركبه على طول. طيب ممتاز ممتاز. طيب حاضر حاضر. وعملت أشعة طلع عندي سرعة ترسيب. هي سرعة الترسيب عالية واضح جدا منك يعني. نعم سرعة الترسيب عالية واضح جدا. كويس ان انت حضرتك عملت التحليل بتاع سرعة الترسيب ووجد اللي فيه عندك التهاب عالي. بص يا فندم، الحل بتاعك الأساسي هو يعني انت تسمع وجهة نظري، هو الكركمين يعني مع ايه؟ هقول لحضرتك. حاضر حاضر. هرد على سيادتك. حاضر حاضر. طيب خلاص الاتصال راح يا دكتور معلش. طب احنا معانا دكتور الحاجه فاطمه، كانت مريضه بالاكتئاب وتم شفائها الحمد لله رب العالمين. حاجه فاطمه اهلا بيكي. اهلا اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. التفاؤل باين في صوت حضرتك من اول المكالمه اهو. الدكتور احمد. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ والله بخير الحمد لله. طالما والله انا اسعد واحده في العالم بيك يا حبيبي، ربنا يعزك ويبارك فيك. الله يحفظك يا فندم. تسلم. الله يكرمك. انت لا تتخيل انا مريت بعد ولادي ما تزوجوا انا جالي اكتئاب رهيب. الله يحفظك. خدت ادويه حضرتك كيميكالز ماليها اول من اخر، ولا كانت بتعمل لي حاجه. مش قادره اقول لك، انا بكلمك وشايفك قدامي عايزه اشيلك من التلفزيون. الله يحفظك. تسلمي. ربنا يبارك فيك. والله يا دكتور كنت بموت، وبعدين جالي بقى اختناق وحاجه على قلبي وحاجه على قلبي ومفيش حاجه راضيه تاثر فيا خالص. شفتك مره على التلفزيون، سبحان الله بقيت ادعي ربي واسجد واقول يا رب سخر لي من على ايده شفاء. الله يحفظك. وفي العياده بتاعتك قعدت اصلي العصر ساعه كامله واقول اللهم اجعل الشفاء على يده. الله يحفظك. ودخلت لحضرتك مش قادره اقول لك، ومن ساعه ما خدت العلاج الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله. حتى حضرتك اديتني نوعين، النوعين دول كان فيه حاجات كتير بفضل الله ثم ليك الحمد لله رب العالمين. اشكرك اشكرك. الله يحفظك. الله يحفظك. ربنا يسعدك ويعليك. الله يخليك. يعني انا تعبت واتبهدلت اخر بهدله اكتر من 15 سنه. الله يحفظك. طب واولاد حضرتك بيسالوا عنك بعد ما سابوكي واتجوزوا بقى ولا ايه حاجه فاطمه؟ هو كده. لا هم غصب عنهم بيوتهم بقى اولادهم. طيب. ربنا يكرمهم. ربنا يخليهم لك يا حاجه فاطمه يا رب. ربنا يبارك فيك. ربنا يسعدك يا دكتور. ما يحرمنيش منك. شكرا أبداً. الف شكر يا حاجه فاطمه. ربنا يكرمك. والف شكر على اتصالك الجميل. شكرا جزاك الله كل خير. جزاك الله خير. في حفظ الله. سلام. مع السلامه يا حاجه فاطمه. مع السلامه. بص يا احمد، الكركمين من الحاجات الرئيسيه في علاج الموضوع بتاع الاكتئاب. هو فعال جدا 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 جدا. لما نشوف عنه دراسات كتير جدا، وهو من يعني الحاجات اللي بتعالج بجد. احنا خلينا نحط اساسيات كده. الادويه الكيميائيه في الغالب بتسكن. خلينا اقول لك شويه امثله. يعني انت لو انت عندك الام بتاخد ليها مسكن. ايوه. طب بس الالم راح مرش. وقت ما مفعول المسكن بيقف. ايوه. الالم بيرجع زي ما كان. صحيح. لو انت عندك حساسيه بتاخد لها مضاد حساسيه. طب ولو في سبب للحساسيه موجود؟ هتفضل موجود وقت ما الدواء برضه نفس القصه. الثمان ساعات بتوع او اليوم بتاعه يعدي. تاني يوم الحساسيه موجوده ولا عملنا حاجه. ايوه. لو انت عندك نفس القصه اكتئاب، نفس الموضوع. الادويه اللي هي موجوده الكيميائيه ما بتعالجش، هي بتحاول على قد ما تقدر كل يوم اللي انت بتاخدها بتقوم تظبط معدل السيروتونين وخلاص، بس وقفته تاني يوم رجع الاكتئاب ولا. أيوه. كان ولا كانك عملت حاجه. تمام. لو انت عندك حموضه مزمنه وخدت الادويه بتاعه الحموضه، تاني يوم لو وقفت دواء الحموضه
الحموضه موجوده ولا كان اي حاجه في اتجاه. ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان الادويه الكيميائيه هي جميله وكل حاجه، بس بتعالج العرض، بتعالج العرض وليس علاج المرض. احنا في النباتات الطبيه نهتم دائما بعلاج الاسباب بجانب علاج الاعراض. يعني انا اقول لحضرتك الحاجه بالنسبه للحاجه فاطمه، يعني طيب الحاجه فاطمه بس يتصل استاذ محمد طب الناس ما تاخرش هنجاوب، والله هنجيب سيره الحاجه فاطمه وهنشيلها على راسنا. استاذ محمد اهلا بيك. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك. اهلا بيك استاذ. مرحب بالدكتور احمد ابو النصر. سؤالك سريعا اتفضل. لو سمحت اول حاجه حضرتك شربت الخروع اللي هي في الصيدليه، لو الواحد خدها حضرتك يشربها مثلا مع حلبه ولا يشربها كده لوحدها كنظافه للمعده والقولون؟ يعني انت عاوزها لايه؟ انت عاوزها مثلا عشان خاطر تعمل تعمل منظار؟ اصل انت خلي بالك زيت الخروع عليه لاستخدامين. احنا عندنا زيت الخروع عليه استخدامين. الاستخدام الاولاني اللي انت تنظف فيه الجهاز الهضمي خالص عشان انت هتعمل منظار مثلا تاني يوم، ده الاستخدام الاول. لا انا للسليم يا دكتور، انا اشربها كده الانسان سليم كنظافه يعني الجهاز الهضمي. عاوز تنظف فيه الجهاز الهضمي؟ اشربها مع حلبه حضرتك ولا لوحدها كده؟ ممكن يعني ما فيش مشكله، ممكن كده او كده. بس انا اقول لك على حاجه ظريفه ممكن تعملها مع زيت الخروع لو انت متضايق من طعمه او ريحته يعني. هات معلقتين منه كبار، معلقتين كبار من زيت الخروع وحطهم عليهم يعني فنجان ميه او فنجانين ميه واضربهم في الخلاط. اما انت تضربهم في الخلاط مع بعض الزيت هيدخل جوه الميه، هتعمل حاجه اسمها مستحلب، مستحلب مؤقت. حلو كده؟ تمام. فاكر اللعبه دي؟ احنا كنا بنعمل اللعبه دي دايما لو تفتكر في البرنامج بتاع التحضير بتاع النباتات الطبيه، وان شاء الله باذن الله تعالى في قطر احنا بنعمل. والاكل بعديها بقد ايه يا دكتور لو خدت على الريق؟ يعني ممكن الواحد ياكل بعديها بقد ايه؟ لو ايه؟ لو غدا على الريق يعني ياخد ايه الجرعه؟ ما هو معلقتين، المعلقتين الكبار ما فيش مشكله، يعني هتخلطهم كويس جدا في الخلاط زي ما احنا اتفقنا وتشربهم. بس في الغالب ما بتاخدش على الريق ده يا عمي، يعني زيت الخروع بتاخد بالليل عشان تدخل الحمام تاني يوم الصبح ما تقوم من النوم يعني. يعني لا افضل حضرتك قبل النوم يعني. ما حدش بياخد زيت الخروع ده خالص الصبح، ده مشروب ليلي. وبعدين في حاجه تانية كمان عاوز اقول لك عليها. يعني مش من المستحب قوي المداومه على زيت الخروع كدواء او من النباتات الطبيه لسبب صغير خالص. بص هو في قصه عندنا في زيت الخروع. احنا في عندنا زيت الخروع في ماده فعاله اسمها هيرسينين، يعني هي المفروض ساعة عملية استخلاص الزيت بتتفصل لأن المادة الفعالة دي ما بتدوبش في الزيت وكل الكلام ده جميل، بس بيبقى فيه تريسز يعني حاجات بسيطة منه بتكون موجودة داخل الزيت. يعني أنت حاول أنت تاخده بس متقطع، يعني النهاردة تاخده، يومين ما تاخدوش، يا بعد كده تاخده. وخد بقى المعلومة دي بقى عشان إذا كنا بنتكلم بقى عن الزيوت الثابتة، إحنا عندنا طبعا المواد الفعالة يا جماعة بالنسبة للزيوت بتاعت النباتات الطبية نوعين. الزيوت الثابته، الزيوت الثابته دي يعني زيت زي زيت الزيتون ثابت ما بيطرش، زي زيت الخروع، زي زيت بذر الكتان، زي زيت اللي هو زيت الحار، يعني زي زيت اي زيت من الزيوت دي بنسميها زيوت ثابته. اما الزيوت الطياره اللي هو المفروض يعني ده لو هي زيت طياره طبيعي يعني ما بتفتح الازازه كده وتسيبها شويه ترجع ما تلاقيهاش، زي زيت البرجموت اللي احنا بنستخدمه في علاج البهاء، زي زيت النعناع اللي احنا بنستخدمه في المشاكل العضليه والمشاكل الخاصه بالمفاصل، زي زيت اللافندر اللي بنستخدمه في علاج الصداع والحرق، دي كلها اسمها زيوت ايه؟ طياره. فاحنا عندنا انواع الزيوت نوعين، زيت ثابت وزيت ثابت وزيت ايه؟ وزيت طياره. في عندنا زيت ثابت يعني معلومه اكسكلوسيف للي هم للمشاهدين بتوع قناه الرحمه، حاول على قد ما تقدر تتجنبه لان في ماده فعاله اسمها جوسيبول. ماده الجوسيبول دي من المواد الفعاله اللي بتقلل الخصوبه جدا جدا جدا. الزيت بيستخدم في القلي، مستو اللي هو رخيص، بيقاوم جدا الحراره فلذلك بيستخدم في القلي بكميه كبيره جدا، ولكن على الصعيد الاخر بيقلل الخصوبه بتاعتك جدا جدا جدا، الا وهو يا ابو حميد زيت بذره القطن. زيت بذره القطن بيستخدموه في الصين عشان يقللوا بيه الخصوبه بتاعت الرجاله. تمام. في ناس بيسترخصوا يعني فبيقلوا بيه الطعميه والكلام ده يعني يا دكتور؟ بالظبط. يعني انا يعني يا ريت انا بس اطلب طلب صغير، يعني اذا كنت انت بتاكل من اكل خارجي طبعا انت مستحيل تسال المطعم انت شغال بايه. هو بيجيله في جراكن حتى ما لهاش اي ليبل. بالظبط. بس معلش في النقطه دي بالذات وانت بتشتري زيت للبيت ما تسترخصش. لا هات هات العجينه اعملها في البيت. لا ما تسترخصش افضل يعني. بالنسبه للزيت يا احمد يعني انت وانت بتشتري الزيت بص على ما تخشش للبقال تقول له انا عاوز ارخص زيت عندك، لان ارخص زيت على طول هيطلع لك زيت اللي هو الخليط اللي فيه زيت بذره القطن. هات اي زيت ما يكونش فيه زيت بذره القطن. طيب عندك زيت الصويا، عندك زيت عباد الشمس،
بلاش 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 زب بس هنا الاسترخاص بيودي في 60 داهيه. انت كده بتلعب في الخصوبه بتاعتك وبتاعت عيالك الذكور يعني. ايوه تمام. طيب الحاج عمر اتفضل. عمال يجيب لي الكلام بتاعه وما بردش. يا حاج عمر احنا سامعينك. يا باشا والنبي عشان الواحد والله في الشقه تعبان. تحت امرك قول قول سؤالك يا حاج عمر. والله انا كنت بعمل عمليه اللهم صل على النبي. السلام. ايوه والله معلش يا فندم اصل انا راجل مسن. راجل مسن يا فندم. اه ماشي ممكن نوطي التلفزيون بقى ونسمع بعض من التليفون يا حاج عمر. حاضر يا فندم والله بارك فيك يا فندم. اتفضل يوسف عليك يا حاج. راجل مسن في البيت وتعبان والله يا فندم وعايز بس اي حاجه كنت. حاضر يا فندم حاضر حاضر. ايوه يا فندم. قول سؤالك يا فندم. يا سيادتك انا رحت اعمل عمليه في انفلاق ظروفي في المستشفى. الو قول سؤالك اتفضل كمل. سامعينك يا استاذ عمر اتفضل يا حبيبي. والله قررت اعمل عمليه بيت ابيك امك افندم. ايوه يا فندم رحت. حاج عمر حاول تكلمنا تاني. الحاج عمر عنده مشكله في انفلاق الغضروف في ظهره. الظهر اللي هي عينه مقرقاه جامد يعني. ممكن نرد عليه ان شاء الله. مين معانا؟ تقرير. طيب دكتور هنطلع كده سريعا نشوف تقرير. يا ريت الحاج عمر يشوفه دلوقتي معانا. حاله كانت عندها مشكله في الانزلاق الغضروفي. تعالوا نسمع مشكلتها كانت ايه ونرجع نكمل كلامنا في طبيب الناس. خليكم معانا في التقرير ده ونرجع مره ثانيه. خليكم معانا اتفضل. كتير رحت للدكاتره وتعبت في العلاج ما كنتش انا بقدر اعمل اي حاجه في البيت. كنت بشتكي من غضاريف في القطنيه من تحت. كانوا بيدوني كل العلاج اللي بيدوني مسكنين. خدت رقم التليفون بتاعه وجيت هنا في شارع فيصل والحمد لله دلوقتي من الاعشاب بتاعته اللي انا خدتها بيت كويسه والحمد لله. كنت بشتكي من غضاريف في القطنيه من تحت ماشي. كتير رحت للدكاتره وتعبت في العلاج. كانوا بيدوني كل العلاج اللي بيدوني مسكنات واللي يقول لي عمليات وكلهم قالوا لي عمليات بس انا خفت من العمليات. فانا عرفت ان الدكتور احمد بيعالج بالاعشاب فانا جيت عنده وخدت الاعشاب بتاعته والحمد لله. كنت بقدر اقوم من على السرير ولا بقضي مصلحتي ولا بقدر اقف على حوض عشان خاطر اعمل اغسل مواعيني ولا اي حاجه. لما خدت الاعشاب بتاعته ارتحت وبقيت كويسه وبقيت امشي وما بقيتش محتاجه لاي حد يعني يجي انا كل حاجه بقوم بنظافه بيتي وشغل بيتي وكل حاجه. انا كنت مره قاعده في البيت ولقيت الدكتور احمد ابو الناصر على التلفزيون اقتنعت بالكلام بتاعه ولقيت اللي هو بيقول عليه كان عندي. ورحت لدكاتره كتير مخ واعصاب ما فادوش معايا باي حاجه. رحت انا طبعا خدت رقم التليفون بتاعه ورحت جيت هنا في شارع فيصل الملك فيصل وفضلت ادور عليه لحد ما ايه ما وصلت له. لقيته واعطاني اعشاب الراجل والاول خالص عملت اشاعات وتحاليل وعرف ايه اللي عندي واعطاني اعشاب بناء على المرض اللي عندي وخفيت وما كنتش انا بقدر اعمل اي حاجه في البيت. كنت بستعين باي حد امسكه ما اقدرش انزل على السلم ما اقدرش اطلع على السلم والحمد لله دلوقتي من الاعشاب بتاعته اللي انا خدتها بيت كويسه والحمد لله. وكان معانا ناس من السعوديه جايين على صيت الدكتور احمد لان هم احمد ابو النصر لان هو كان ليه هنا من هنا ناس واحد كان في السعوديه وتعالج عند الدكتور احمد ابو النصر وخف بناء على كده هو سمع وراح جه انا شفته بعيني. ربنا يكرمه ربنا يديله الصحه والعافيه ويديله على ويكون في ميزان حسناته والناس كلها بتدعي له. انا بشوف الناس كلها اللي كانوا ماسكين عصي وماشيين عليها بيجوا دلوقتي ماشيين كويس لان انا بتابع معاه والحمد لله وربنا يكرمه وربنا يزيده من اللي هو العلم اللي هو فيه وعشان خاطر يفيد الناس.
زي ما فادني زي ما فادني انا. شفنا الحاجة صبحة ربنا يشفيها، وأكيد طبعا حضراتكم أي حد بيعاني من مشكلة النزلاق الغضروفي طبعا حياتنا بتتوقف تماما لما عندها مشاكل في الظهر. دكتور كده في دقيقة تعليق عليه عشان معايا اتصالات كتيرة. طيب حاضر. هو احنا عندنا في حاجة مهمة جدا، سم النحل. سم النحل فعال جدا جدا في علاج المشاكل الخاصة بالانزلاق الغضروفي. إن شاء الله نبقى نعمل حلقة عنه الحلقة الجاية، نبقى نتكلم فيها عن دور سم النحل في علاج الانزلاق الغضروفي بالتفصيل بالتفصيل، ودور النباتات الطبية في علاج موضوع الانزلاق الغضروفي. أنا بس عاوز أنصح أي حد عنده آلام مزمنة في الأعصاب، آلام عامة، إخواتنا اليابانيين لقوا نبات طبي، النبات الطب ده بيعالج الآلام المزمنة بتاعة الأعصاب والآلام المزمنة بتاعة المفاصل. عملوا عليه بحث مطول ونشروه، هم بيستخدموه ليل ونهار في علاج هذه الآلام. تتخيل ما هو اسم هذا النبات الطبي؟ وهذا البحث المنشور على الباب ميد ده أكبر ناشر طبي على وجه الأرض. يعني بنشوف فيه الابحاث الطبيه، ممكن اي حد بكل بساطه يدخل النهارده يشوف، يكتب نجيلا ساتايفا او البلاك يومن زائد جابان، هيلاقي البحث ده منشور بيتكلم عن دور الحبه السوداء في علاج الالتهاب والام المفاصل. الحبه السوداء من النباتات الطبيه اللي ليها تاثير مهم جدا 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 في شفاء العديد من الامراض. خلي بالك فرق كبير جدا بين كلمتي اللي انا قلتها قبل كده واحنا شرحنا الكلمه دي، بين كلمه شفاء وعلاج، وخلي بالك الفرق اللغوي والتفسير في الاثنين فرق كبير خالص. شفاء يعني ان انا اخد الحاجه زي اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقه النهارده، شفاء يعني اخد الحاجه واشفى تماما، زي الحاجه فاطمه اللي كان عندها اللي هو الاكتئاب لما خدت الكركمين. خلي بالك معنى بقى الطب الثاني بيعالج العرض. ايوه العرض هو بنعالجه بالسان جونز وورت او بنسميه بخلة القديس يوحنا، ده من النباتات الطبية اللي بتزود من إنتاج السيروتونين وبتقلل من تكسيره، زيه زي اللي هي الأدوية الكيميائية اللي بتستخدم في علاج الاكتئاب. ولكن مع السان جونز وورت اللي هو بيعالج العرض ده، احنا ادينا كمان الكركمين لعلاج السبب. نفس القصة، الحبة السوداء بتعالج السبب في أمراض كثيرة جدا، زي بعض الأمراض الالتهابية ممكن اللي هو يقضي تماما على السبب بتاع الالتهاب، لأن الحبة السوداء من النباتات الطبيه اللي فيها العديد والعديد من المواد الفعاله، بتبقى صيدليه متكامله، ماده فعاله بتلاقيها راحت عملت قتلت بكتيريا، ماده فعاله بتلاقيها راحت رفعت المناعه، ماده فعاله بتلاقيها مضاده للالتهاب، ماده فعاله مسكنه للالم. فهو عباره عن صيدليه متكامله، مش ماده فعاله لحاجه واحده يعني. طيب بالنسبه للكركمين، والله انا بوصي والدتي دايما بتاخد الثلاث كبسولات في اليوم الجرام ونص يوميا. انا باخده يومين اهو، حد ولا كمان شاركها فيها. ده معجزة. كركمين حاجة عزيزة دكتور، نبقى نعمل حلقة أو ممكن نتكلم في آخر خمس دقايق من الحلقة عن الكركمين وكيفية الحصول عليه، بما إن هو له المادة الفعالة الكبيرة أو الدور الأكبر في علاج كتير من الأمراض. أم أنس أهلا بيكي وأسفين على التأخير عليكي. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيكي يا أم أنس. ممكن أسأل الدكتور أحمد على سؤالين؟ قولي سؤالك اتفضلي. السؤال الأولاني، عندي ابن شعره بينزل جامد. عنده كم سنة يا فندم؟ هو وهو صغير، هو في ثانوية عامة كده كان شعره تقيل جدا وحلو، بس شعره ما نزلش لما دخل جامعة وكبر في السن كده. طبعا هو والده أصلع ولا خاله أصلع يا فندم؟ هو والده وعمه، بس يعني موضوع السلع ده جاله بدري يعني. طيب هو ده صلع ذكوري، احنا بنعالجه بحاجتين اتنين منشور عنهم دراسات إكلينيكية، الحاجة الأولانية من بره يعني استخدام خارجي، تمام كده؟ اللي هو حضرتك تسمع عن التوت. تمام، التوت اللي هو راسبيري، تمام كده، في ماده فعاله اسمها راسبيري كيتونز. الماده الفعاله دي بتستخدم خارجيه لعلاج الصلع الذكوري، ده رقم واحد. رقم اتنين بنستخدم نبات خلاصه نبات الشطه في تنشيط الدوره الدمويه الطرفيه، عشان خاطر الموضوع بتاع اللي هو الايه الدهون اللي بتتكون نتيجه الخلل الهرموني اللي بيكون عند الولد. وبنستخدم بعض النباتات الطبية الأخرى اللي بتستخدم في الغذاء زي الصين، اللي هو الخلاصة بتاعت نبات الصويا، برضو بتكون فعالة جدا في علاج هذه المشكلة. ده بالنسبة للصلع الذكوري، ده أنا رديت على سيادتك. وهو ممكن يعمل حاجة مؤقتا، وصفة في المطبخ، اللي هو برضو هيستخدم الحبة السوداء، بس هيغلي الحبة السوداء كويس جدا، يغليها كويس جدا. احنا هنا عاوزين المادة الفعالة الغير طيارة. شوفوا يا جماعة، احنا الحبة السوداء فيها نوعين من المواد الفعالة، مواد فعاله طياره، يعني احط الحبه السوداء احط عليها ميه سخنه واغطيها لمده ربع ساعه، ودي زي اللي بتكون المواد الفعاله اللي بتطهر الجهاز البولي، المواد الفعاله اللي بتسكن الالم، دي كده احنا محتاجين ان احنا نحط عليها ميه سخنه ونغطيها لمده ربع ساعه.
اما في مواد فعاله ثانيه، مواد فعاله ثانيه بتبقى عاوزه غلي شديد جدا، غلي عنيف عشان تطلعها من النسيج بتاع النبات، وده زي الماده الفعاله اللي احنا عاوزينها عشان تصلح الخلل الهرموني. فخليه يغلي 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 الحبه السوداء كويس جدا في الميه لمده 10 دقائق ويشربها مرتين في اليوم، يشربها شرب مرتين في اليوم، ده هتساعده كتير انه التساقط يقف ان شاء الله لغايه ما ان شاء الله لو فينا نصيب اللي احنا نشوفه يعني. ممكن السؤال الثاني لو سمحت؟ اتفضلي يا ام. اتفضلي. ده السؤال الاولاني. في نملان في ايدي يا دكتور كده في الاطراف. في ايه؟ فانا نملان. ده بالنسبه لك انت؟ بالنسبه لي انا، وانا يعني هسالك السؤال الاعتيادي اللي ملوش لازمه، عندك سكر؟ لا ما عنديش سكر، وعامله سكر تراكمي الحمد لله ما فيش اي حاجه. ممتاز. ان التنميل اللي في الاطراف ده في الايدين والرجلين؟ لا في ايدي، في ايديا بس. طيب بص، بس مش على طول يعني، وعملت اشعه اللي هي رسم عصب، وقالوا لي عمليه تسليك عصب بس انا مش عايزه اعملها. طيب بص يا فندم، احنا كده عندنا احتمالين زي ما اخواتي قالوا. الاحتمال الاولاني اللي هو الانسداد الوتري، الانسداد الاوتار. الاحتمال الثاني اللي انت حضرتك، وده اللي انا ميال لي اكتر، خلي بالك، وده الاحتمال اللي انا ميال لي اكتر، انت حضرتك عندك بنسبه كبيره جدا انزلاق غضروفي على الرقبه، وده اللي انا ميال لي اكتر لانه منتشر في مصر انتشار غير عادي. وخليني اقول بمناسبه اللي انت بتتصل بيا يا ام انس، على نصيحه لاخواتي الستات وخاصة اللي موجودين في الكرة بتوع مصر، لو سمحتوا احنا بيجي لنا حالات الرقبة بتاعتها متدمرة بسبب العادة الرخمة بتاعت اللي انت تشيلي حاجة فوق دماغك. لو سمحتوا بطلوا العادة دي، العادة دي سيئة جدا 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 جدا. اوزان رهيبة يا دكتور. يا احمد والله العظيم اوزان رهيبة والله. الغضاريف بتبقى متبهدلة بتاعته. يعني بص تلاقيها سليمه يا احمد، ما عندهاش حاجه خالص، يعني تعمل تحاليلها ما فيش حاجه، يشيلوا شكاير ويشيلوا ما اعرفش ايه ويشيلوا تيجي تعمل اشعه تلاقي وكلام من ده، بتلاقي بيتشف الاشعه يعني بلاوي، بيحب بيحطوا يا عم الحاج سجاجيد وعيال وحاجات يعني. انا بتحكى لي حاجات رهيبه. صح. انا في مره كنت سايق العربيه يا احمد ورايح البلد، وبعدين لقيت واحده معديه في الطريق وشايله حاجات فوق دماغها، انا ما بريحش نفسي يعني، فركنت على جنب وقلت لها يا حاجه تعالي اقول لك على حاجه. قالت لي خير. قلت لها خير ايه بس؟ ما سمعتش تعمل الحركه دي. حرام عليكي برقبتك. صحيح. قالت لي والله يا ابني ده انا كتفي ودراعي وتقيل. صحيح. قلت لها ما هو طب بالله عليك يعني انت دراعك تقيل وانتم مصممه تشيلي حاجات فوق دماغك؟ يا جماعه ما كفايه الناس شايله الهم فوق دماغها، هيبقى الهم صح. في شنط دلوقتي التجاره تبقى اسهل من الموضوع ده عشان بص في الارياف مفيش شنط تجاره والكلام الفاضي ده خالص يعني، مش هتكلم بس كلام منطقي. ده يعني ده ايام القمح، الشكاير بتاعت القمح والغله دي بيشيلوها في راسه. لا 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 لا. وبعدين تقول لك حطت عليا، تلاقي الشاب مش قادر يشيل. دي العاده الاولى طبعا بتعمل انزلاقات غضروفيه. العاده الثانيه هو النوم على مخده عاليه. الناس يعني بتلاقي واحد نايم على ثلاث مخدات يعني، انت بتضيع رقبتك. يقول لك اصل انا عندي ارتجاع. ما تبطل تاكل يا اخي وتنام يا اخي. على فكره يا جماعه الاكل والنوم ده عاده سيئه وعاده من تلازمه، هي اللي مدمره الشعب اصلا كله. في حاجه تانية كمان زاد وزنه والكيلو. انا اسال سؤال، هو ايه الفرق بين الدوره الدمويه لواحد ماشي وواحد نايم؟ ايه الفرق؟ واحد ماشي بتتحرك الدوره، جميل، والنايم واقفه ما بتتحركش. بتتحرك بس هي كمان ايه، نايمه معاه يعني. الدوره الدمويه وانت نايم بتبقى ايه، ضعيفه. اما انت بتاكل اكل تقيل في نسبه عاليه من الدهنيات وتخش تنام، انت بتعرض نفسك ان كميه كبيره جدا 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 من الدهنيات اللي موجوده في الاكل دي تتقل الدوره الدمويه لقد، وهي اصلا تقيله بحكم اللي انت نايم بسبب اللي هي ماشيه ببطء، مفيش حرق كمان والدنيا تعبان. بغض النظر عن الحرق الدوره الدمويه بطيئه، فانت في نسبه عاليه جدا من الدهنيات بسبب الاكل اللي انت اكلته، ممكن يحصل لا قدر الله غلطه وانت نايم. صح. وكتير يا دكتور سمعنا الموضوع ده. فلو سمحت ما تاكلش وتنام، ده عاده من هيله 60 نيله برضه. وخلي بالك انا عاوز اقول لك على حاجه، انا كنت شفت فيديو غريب لواحد بتاع اخصائي تغذيه علاجيه بيتكلم ان ما فيش مشكله ان انت تاكل وتنام. لا طبعا، لا ده غلط يا فندم، لا غلط يا فندم. حتى من قديم الازل يتقال لك العاف النصيحه بتاعت وتمشى. لا ومش تعشى وتمشى، لا في نصيحه ظريفه يقول لك ايه، افطر فطار الملوك وتغدى غدا الامراء وتعشى عشاء الايه، الصعليق. عشا الصعلوق ده اللي هو حته زبادي بتاعها بالظبط. يعني الصعلوق ده اللي هو يعني الفقير يعني.
يعني كل اي حاجه بسيطه يعني حتى لو كنت غني ما ينفعش انت تاكله وتنام. صح، المفروض يبقى الموضوع ماشي كده مثلث مقلوب. هتاكل بيفطر كويس جدا، الاجانب دايما بيعملوا كده، بيفطروا اللحمه والكلام حاجات الدسمه جدا عشان طول اليوم بيحرقوا وبيبذلوا نشاط فبيقدروا ينتجوا في العمل بتاعهم. ام عبد الرحمن اتفضلي. الو اتفضلي يا ام عبد الرحمن، وطي التلفزيون. خلي بالك احنا معانا اسئله ما تردش عليها، هنرد عليها يا دكتور. معانا فينا ام عبد الرحمن، مدام ام تسنيم اتفضلي. مدام نجات و ام عبد الرحمن اتفضلي يا ام تسنيم. الو ام عبد الرحمن معاك لسه. طب اتفضلي يا ام عبد الرحمن قولي سؤالك. انا اتصلت من شويه وكلمت الدكتور بس لسه يا فندم. كنت بقول للاستاذ احمد اللي احنا فيه اسئله ما تردش عليها، انا هرد على حضرتك. هنجاوب عليك ان شاء الله. انا عايزه اكمل لحضرتك اللي عندي. طب اتفضلي يا فندم اتفضلي اتفضلي. انا يا دكتور دلوقتي انا جيت لحضرتك وعملت اشاعات وتحاليل، فانا دلوقتي طلع عندي روماتويد وفي ترسيب عالي وفي فقرات القطنيه والعنقيه، وبعاني دلوقتي انا من التعب اللي في صدري دوت يا دكتور. المريء تعبني جدا، اي اكل بيتقل على صدري. حاضر. وببقى مش قادره اتنهد وفاتحه بقي وقلبي بيدق جامد وفي حاله صعبه جدا كاني بنتهي. حاضر عينيا الاثنين يا فندم. انا برد على حضرتك في الموضوع اللي بتجاعد ده بالتفصيل، انا والله كاتب السؤال عندي اهو. شكرا يا عبد الرحمن. وكاتب حتى اجابته عشان خاطر ارد على سيادتك. حاضر. معانا حد؟ حاضر. طيب دكتور بالنسبه لام عبد الرحمن بس عشان ارد عليها، عشان الحمد لله اتصلت مرتين. بص خلينا نقول احنا الوضع ماشي ازاي. هي اولا مشكله الجهاز الهضمي عندها عاملها ارتجاع شديد وبتعاني من مشاكل في الجيوب الانفيه بسبب الجهاز الهضمي. شوف هنقسم حاجتين، اول حاجه اللي احنا نطهر الجهاز الهضمي من الميكروب الحلزوني. عاوز تطهر الجهاز الهضمي من الميكروب الحلزوني عندك نباتين اتنين يعملوا كده. النبات الاولاني هو الزعتر. طب الزعتر ليه؟ الزعتر فيه ماده فعاله اسمها ثايمول موجوده في الزيت الطيار. طيب خد بقى دي، تسمع عن ما هو اقوى مطهر على وجه الارض احنا بنستخدمه في تطهير المستشفيات؟ هو الفينيك. الفينيك الفينيك اللي هو الفينول. الزعتر اقوى 10 مرات الماده الفعاله بتاعته اللي هي الثايمول اقوى في قوته التطهيريه 10 مرات من الفينول اللي بيستخدم في تطهير الايه؟ بس الخلاصه يا دكتور. ها الخلاصه بتاعته خلاص. في تطهير الايه؟ الارضيات. او في تطهير المستشفيات. يعني تخيل انت بتشرب نبات طبي هو اكثر فعاليه من اي مطهر بيستخدم في تطهير الايه؟ الارضيات. النبات ده فيه ميزه تانية مهمه جدا من النباتات الطبيه اللي بيقتل كمان الدخلاء زي الديدان، ومن النباتات الطبيه الممتازه جدا كمان اللي بيرفع مناعه الايه؟ الجسم، وخاصه لو في عندنا مشكله خاصه بالصدر، يعني في التهاب في الصدر، حساسيه في الصدر، نبات الزعتر يعتبر مضاد حيوي طبيعي. ماشي، ده رقم واحد. واحنا هنا هناخده عشان الميكروب الحلزوني. عندك نبات تاني طب برضه بيستخدم في علاج الميكروب الحلزوني برضه بكفاءه ومنشور عنده في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن، المجله الطبيه الحديثه للطب البريطاني، المجله الطبيه البريطانيه الحديثه للطب، ان 1 جرام من المستكة يوميا، 1 جرام من المستكة يوميا كفيله للقضاء على الميكروب الحلزوني. هي فعاله جدا. بنجيب اولا خلي بالك عشان خاطر بعد ارتفاع الاسعار في انواع كثيره من المستكة موجوده في السوق. واحنا بنشتري اللي هي المستكة القبرصية، غالية جدا غالية جدا عشان بس تكونوا واضحين. الكيلو ممكن يعني يعدي، ممكن يجيب ثمنه في القطاعي حوالي 3000، يعني الجرام الواحد ممكن يعني اقسم 3000 على الألف، تمام كده؟ الجرام الواحد ممكن يدخله في 3 جنيه الجرام الواحد، يعني أنت في اليوم بتحتاج تقريبا جرام يوميا. بتخلطه على كوباية زبادي وبنقسم كوباية الزبادي دي على مدار اليوم لمدة شهر لغاية ما ربنا يشفينا ويعافينا من التهاب الجهاز الهضمي خالص. ده بالنسبه لتطهير المعده من الميكروب الحلزوني. بقى الارتجاع. الارتجاع الشمر، النباتات من النباتات الطبيه الفعاله جدا في علاج الارتجاع هو الشمر. تشرب شمر 3 مرات في اليوم، وطبعا يستحسن ان احنا ناخده بعد الوجبه مباشره عشان خاطر ده يقلل الارتجاع اللي بيحصل لها وهي نايمه. طيب. معانا بس بقى حاجه واحده اخيره، هي الالام اللي بتعاني منها. احنا قلنا على الحبه السوداء، فانت كده عندك التركيبه بتاعتك كده الايديال بالنسبه لك، الحبه السوداء مع الشمر مع الزعتر، دول الثلاثه دول مع بعض كده. هناخد نص معلقه من كل واحد وبنحط عليهم ميه سخنه عشان احنا عاوزين الماده الفعاله بتاعتهم كلها الطياره، وبنغطيها لمده ربع ساعه، وبعد ربع ساعه ممكن اللي احنا نحليها بعسل نحل او نحليها بشويه سكر لو انت ما عندكش سكر، لو السكر ما بيعملكش ارتجاع، وبنشربها 3 مرات يوميا ان شاء الله تساعدك كتير. طيب استاذ محمد من الجيزه اهلا بيك. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ محمد. لو سمحت اذكر سؤالين بعد اذنك يا دكتور. اتفضل سؤال. امرني يا اول سؤال حضرتك بالنسبه لغضروف الرقبه، الحبه السوداء اخد معلقتين صغير واشربها 3 مرات؟ ماشي ممكن. مفيش مشكله. ممكن يا فندم. ممكن. نعم. ممكن نعمل. طيب. كده. هو طبعا فطر. طيب. فطرتين.
الطريقه الاولى والاحسن والايسر اللي انت بتستخلص الماده الفعاله من الحبه السوداء وتوديها في الميه، فبالتالي بتساعد ان الجسم يمتصها على طول. دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اللي انت تاخد الحبه السوداء ذات نفسها كده وكده كده في عمليه الهضم هيحصل استخلاص للماده الفعاله، بس انا يعني ما بنحبش استخدام النبات كده، المفروض ان احنا بنستخلص الماده الفعاله للجسم عشان نيسر للامر. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني حضرتك يا استاذ احمد، في ناس عملت الميه البيضاء في العين، الدكتور يعني بيقول لها اعملي مثلا ليزر لما توصل لجراحه وكده، وحضرتك بعد ما عملوا عمليه الميه البيضاء في العين برضو العين بقت تعبانه وفي غشاوه وبيشوف حتى بنص عين كده وندم انه عمل العمليه، ممكن نعرف حضرتك ممكن الاسباب او لو في حاجه طبيعيه مثلا بدل الليزر او الجراحه؟ طيب انا هقول لك على حاجتين، هقول لك على حاجتين اتنين. حاجه فيها معجزه نبويه ومنشور عنها دراسات كتير، انا شفت دراسات في روسيا كتير منشوره عن هذا النبات، هو نبات من النباتات المشهوره، هو نبات الفجع او الكمأة او الطرفل. الكمأة او الفجع او الطرفل هو بالاسماء دي، هو موجود من النباتات الطبيه اللي بتطلع بريه، من النباتات الطبيه اللي بتطلع بريه، وهو موجود في مصر هنا في مكان يعتبر مكان واحد، احنا ما بنسمعش عن مكان تاني بيطلع فيه الكمأة في مصر، اللي هي مرسى مطروح. الكمأة من المن وما شفاء للعين، ده حديث صحيح يا احمد، ده من ممكن الطريقه طبيعيه يا استاذ احمد، حاضر عينيا الاثنين، ده من النباتات الطبيه الفعاله جدا في علاج مشاكل العين، وهو فعلا منشور عنها دراسات كتير خالص. الطريقه اللي انت حضرتك بتاكلها او اللي انت بتاخد اللي هو الكمأة واللي احنا بنعصرها وبنطلع الميه بتاعتها وبنطهر الميه بتاعتها عشان خاطر طبعا لو في لا قدر الله، عامله زي دكتور كمأة دي يعني شبه البطاطايه. شوف بطاطس عاديه خالص، هي تيوبر يعني، هو نوع طبعا من انواع الفطريات، وهو من الفطريات الوايلد البريه، لكن في الصين قدر اللي هم يوصلوا للطريقه. ولو مش قادر يوصل في الخلاصه موجوده؟ لا الخلاصه بتاعتها مش موجوده، ولكن انت عندك في حاجتين تانيين، ما انا قلت لك في حاجتين هنعملهم. الحاجه التانيه في حاجات نباتات طبيه بتدعم العين كتير. اولهم الماده الفعاله اللي اسمها استازانسين، ودي موجوده متوفره. الحاجة التانية في عندنا زهرة جميلة جدا كده اسمها زهرة الإقحوان. الإقحوان حلو كده؟ زهرة الإقحوان أو الكلانديولا فيها مادة فعالة من عيلة الكاروتين، وبالمناسبة الجزر برضه يساعده كتير، يعني هو شرب عصير جزر مرتين في اليوم يساعده كتير، البيتا كاروتين برضه ممتاز جدا برضه للعين. الليوتين والمواد الفعالة الأخرى اللي موجودة عندنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الإقحوان برضه من المواد الفعاله اللي تدعمه. طب انا استخدم الاقحوان ازاي؟ هم من يعني احنا عاوزين هنا الماده الفعاله برضو مش طياره، بنغلي الورق او ورق الزهره بنغليه، هي لونها اصفر وجميل كده، وبنشربه مرتين ثلاثه في اليوم، وبعدين بعد كده ممكن يكلمنا كمان شهر يطمنا على عينه يعني. استاذ محمد من هنا اخر اتصال معانا، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام حاج محمد، اتفضل. يا فندي انا والله عايز اسلم الدكتور احمد. قول سؤالك يا حبيبي، اتفضل دكتور معايا. طيب انا عندي يا فندي والله عمليه قلب مفتوح. وكل ما اروح اعمل عمليه كرات الدم البيضاء بتاعتي تطلع عادي، يعطوني مضاد حيوي، يقولوا لي خذ مضاد حيوي اسمه تفنك وايزوريد، واروح احلل الاقي الكرات الدم عالي. تطلع كام يا فندم؟ 13.7. طب خد مني دي بقى. ايوه يا فندم. طيب مش عاوزين اكتر من شويه زعتر وحبه سودا خلاص؟ نعم، شوية زعتر وحبة سودة بس كده، بركة وحبة سودة دول. معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة يا فندم، حط عليها كوباية مية سخنة، معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة، حط عليها كوباية مية سخنة واشربها من 3 لـ5 مرات يوميا. طيب شكرا يا حاج محمد، وبعد شهر حلل هتلاقيها زي الفل. طيب يا دكتور بسرعة عشان معلش. طيب أختي بس الحاجة نجاة اللي هي بتعاني من الخشونة وعندها ارتفاع في سرعة الترسيب، هي قالت اللي هي راحت عملت التحليل بتاع سرعة الترسيب. شوف حلها الاساسي لازم تاخد كركمين، دي لازم يعني، دي ريكومند جدا تاخد كركمين. الكركمين مضاد التهاب طبيعي، هيساعدها في علاج حاجات كتير، هو كمان من الحاجات اللي بتساعد في ضبط ضغط الدم كمان المرتفع، فهيساعدها في ان التهاب المفاصل يروح وكمان الضغط يتظبط. الفرق بين بقى هنا الكركمين والادويه الكيميائيه زي المسكنات في الموضوع ده، ان المسكنات بترفع الضغط، اما الكركمين ده جميل، الكركمين ده بيقلل الضغط وفي نفس الوقت هيقلل الالتهاب ويودوله خلاص. النباتات الطبيه المسكنه للالم، احنا اتكلمنا عن نبات الكوفيداليس، اتكلمنا عن الصفصاف، اتكلمنا عن الحبه السوداء، النباتات الطبيه الباسطه للعضلات الهيكليه. احنا معانا وقت قد ايه؟
معايا دقيقتين بالظبط. ممتاز. اول نبات طبي هو نبات زهره البابونج. زهره البابونج من النباتات الطبيه الجميله جدا يا جماعه في علاج كمان المغص. طيب انا لو عندي كمان يعني شد عضلي مزمن هل ممكن استخدم زهره البابونج؟ اه. طب ايه تاني من النباتات الطبيه انا ممكن استخدمها في الشد العضلي؟ عندك نبات التليو من النباتات الطبيه برضو الفعاله جدا. عندك نبات في نبات عندنا اسمه النردين المخزني او الفاليريانا او الفاليريان من النباتات الطبيه برضو الفعاله جدا في علاج اللي هو الشد العضلي المزمن. بس وانا بتكلم قلت ان البابونج من النباتات الطبيه كمان اللي بيعالج الايه المغص. طب ايه من النباتات الطبيه كمان عندي في المطبخ ممكن لو جالي مغص او الم مثلا في الدوره الشهريه او اي مغص في حد في البيت عنده مغص كلوي او غيره ممكن نستخدمه لعلاج المغص؟ عندك النعناع كمان وعندك الكمون. في نبات طب كمان مشهور خالص في علاج المغص في المنطقه بتاعت حلايب وشلاتين وانت طالع كده للسودان اللي هو نبات الحرجل. الحرجل الحرجل من النباتات الطبيه برضو الفعاله جدا جدا. يعني بص اي حد بيشوفنا النهارده في حلايب او شلاتين او السودان هيقول لك رقم واحد رقم واحد في استخدام ادويه المغص في السودان او في حلايب والمنطقه بتاعت حلايب وشلاتين الحرجل من النباتات الطبيه الجميله برضو اللي بيعالج المغص كمان وبيلين الايه الامعاء. اخر حاجه النباتات الطبيه للاستخدام الخارجي هنعمل لبخه وهنسميها اسم مميز عشان خاطر اللي احنا نحفظها مع بعض هنسميها لبخه على مصر. يعني ايه لبخه؟ اللبخه ده اللي هي العجينه يعني كلمه لبخه عندنا في الطب اللي هي الايه العجينه. العجينه دي بتتكون من ثلاث حاجات، بتتكون من رده وبتتكون من الخردل الاسود وبتتكون من الشطه الايه الحمراء. رده لونها الى حد كبير ابيض والشطه اللي هي عشان حمراء حمراء والخردل من علم مصر عشان الناس ما تنساش. اه يعني لبخه علم مصر عشان ثلاث الوان الايه ثلاث الوان الايه ثلاث الوان على العلم بتاعنا. شو مقادير متساويه من الثلاثه بنخلطهم مع بعض وبنعجنهم بشويه ميه دافيه وبنحطهم على المفاصل اللي فيها الام واللي فيها بشاشه وبنسيبها لمده تلت ساعه نص ساعه. بعد كده بنشيلها وبنغلي وبنستخدم ميه دافيه في اللي احنا بنشيل الاثار بتاعه الايه بتاعه اللبخه الممتازه دي. فعاله جدا جدا في علاج الالام وفي علاج بعض المشاكل الخاصه لا واحنا عندنا لا قدر الله تورم او حاجه هي فعاله جدا برضو فيها. مشاهدينا الكرام اتكلمنا معاكم النهارده عن دور النباتات الطبيه في علاج الامراض الروماتيزميه وشفت النهارده ازاي بنسكن الالام. وانا بنصح حضراتكم دايما بالكركمين اطلبوه دلوقتي. كركمين دواء فعال جدا جدا في علاج مش هقول في علاج هو بيوقف الالام تماما وكمان بيعالج المشاكل الخاصه بالمفاصل والنقرس والروماتويد. دكتور احمد ابو نصر اول اخصائي نباتات طبيه في مصر وعضو المجلس الامريكي للعلاج بالنباتات الطبيه وعضو الجمعيه الامريكيه للعلاج بمنتجات النحل بشكر حضرتك نورتنا النهارده دكتور. مشاهدينا الكرام لما تدور على صحبه ولما وكلام القلب ومعلومه مهمه تابعونا في طبيب الناس احلى برنامج لافضل الامه تحرير احمد الشاعر وبشكر كل فريق متميز. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.